لكم متابعي قنوات الاهلي في كل مكان. عقب طبعا انتهاء مباراه الاهلي والترجي بالتعادل الايجابي بنتيجه 2-2، معايا في هذه اللحظات كابتن فوزي البنزرتي المدير الفني لفريق الترجي. كابتن فوزي، طبعا عايز اخد تقييمك للمباراه بشكل عام، وهل فرص الترجي اصبحت اكبر في التاهل للدور نصف النهائي؟ يعني بالنسبه لي نعرف ان الاهلي فريق كبير، فريق عريق، فريقي يعني في البطولات الافريقيه عنده صولات وجولات. مهما يكون فريق الاهلي، لان سمعت الاهلي معناتها في مش في وضعيته الحاليه معناتها في احسن ما يراه، لكن بالعكس الاهلي ديما معناتها يقعد فريق والكبير يقعد يبقى كبير. ولهذا معناتها عملنا، انا بالطبعي نلعب ونحاول باش نفرض طريقتي على اي منافس، هذه طبعي معناتها في كره القدم، ما نخليش المنافس يضغط علي اكثر من لازم، وهذا اللي صار. وقت اللي لازمنا ندافع ندافع، وقت اللي لازمنا نهاجمه نهاجمه، هاجمنا بعدد كفاف يعني كفافه عدديه. وبالنسبه للدفاع نفس الشيء معناتها في الدوري، هذا كل متدربين عليه وحاضرين فيه. نعتبر كون النتيجه عادله بين زوز فرق، الاداء كان ممتاز بين زوز فرق، فهمتي، والحمد لله معناتها نعتبر كون النتيجه ايجابيه بالنسبه للترجي الرياضي. ومازال الشوط الثاني، الشوط الثاني باش يكون صعب، ماهوش باش يكون سهل، ولو نأمن حاجه في كره القدم لا فما صعب ولا فما سهل، يعني كيفاش اللعيبه نتاعك معناتها تكون مستعده للمقابله هذه. راضي عن اداء فريق الترجي النهارده؟ يمكن شفنا النادي الاهلي كان مستحوذ على المباراه بشكل اكبر، انت بالنسبه لك كنت شايف ان اداء لعيبه النادي الترجي هي الاداء اللي انت كنت طالبه؟ احنا قبلنا هدف على اثر غلطات معناتها التمركز نتاع لاعب او اثنين، والهدف الثاني على اثر استحوذ على المقابله، لانه معناتها بعد 2-1 معناتها الوضعيه معناتها بطبيعه الحال الاهلي ما عاد عنده ما يخسر، معناتها تقدم اكثر للهجوم، بطبيعه الحال احنا يلزمنا نكون مستعدين في الدفاع اكثر، فهمتني؟ وحسب رايي معناتها خلينا سكرنا جميع المنافذ الا على كره ثابته، يعني معناتها ما معقول باش فهمتني، فهمتني، هذا هو فهمتني. اما في المقابله كامله معناتها المفروض الترجي معناتها خرج معناتها صعب باش تلعب ضد الاهلي، خاصة على ميدانه امام جمهوره، وجمهور معناتها بارك الله فيه كان جمهور غفير، فهمتني، صعب حتى تركيز اللاعبين تصعب، لكن نعتبر كانوا اللاعبين ترجي قاموا بالواجب نتاعهم وزيادة. عملت ازاي مع تغييرات كابتن حسام البدري في الشوط الثاني بالتحديد؟ معظمها كانت تغييرات طبعا هجومية، بالنسبة لتغييراتك انت كانت عملت من خلالها يعني انا نأمن كون الكرة القدم يلزمها اعتدال معناتها، يعني لا في مجازفة ولا في معناتها، أنا نسميه معناتها الكرة صحيحة، فهمتني؟ التغييرات نتاعنا أحلى لاعبين اللي دخلوا أكثرهم يلعبوا أساسيين، فهمتني؟ وكنا نجموا نخطفوا المقابلة في آخر لحظات معناتها، ولا على أثر التغييرات هذوما، فهمتني؟ وأكثرهم هجومية، التغييرات اللي عملتهم أنا أكثرهم هجومية. ما عملناش تغييرات معناتها دفاعيه، ما زدتش واحد في الدفاع، فهمتني، لعب واحد على اليمين واحد على اليسار في واحد وسط ميدان معناتها، وهذيك التغييرات معناتها نعتبرها معناتها كانت ايجابيه جدا، فهمت ولا، وكنا نلزموا نفوزوا معناتها في اخر لحظات المقابله. الترجي بقت كفته ارجح شويه ان هو يوصل لدور قبل النهائي، الاستراتيجيه اللي هتلعب بيها مباراه العوده هتبقى يعمل لها دليل، يعمل لها دليل، ناخذ شويه نفس وراحه وبعدين نفكر في الموضوع. اما يلزمنا نلعب متوازنين، كلمه لا لوج عليها، التوازن في الفريق ضروري معناتها تخلق التوازن عنده هجومي ودفاعي. شكرا. طبعا ده كان لقائنا مع كابتن فوزي البنزرتي المدير الفني لفريق الترجي التونسي عقب انتهاء هذه المباراه بالتعادل الايجابي. اكيد لسه في مباراه اخرى في تونس في ملعب رادس، ان شاء الله رجاله النادي الاهلي قادرين ان هم يصعدوا من خلال هذه المباراه للدور. عودة لك.